وسهلا ومرحبا من جديد. طبعا نتحدث عن المباراة الكبيرة اللي قدمها المنتخب التونسي ضد المنتخب الفرنسي. كالعادة دي جي تيس تكون في الموعد وفكرت في العباد اللي ما تنجمش تمشي تتفرج اكيد في الدوحة وفي قلب العاصمة في قلب شارع حبيب بورقيبة عملت لمة استثنائية للجماهير التونسية. نشاهد التقرير لأحمد فارس ومنعم الورتاني وبلال النكاع في المونتاج. ساعة قبل مواجهتنا ضد منتخب فرنسا، الجماهير التونسية القريبة من وسط العاصمة توجهت لخيمة المشجعين بشارع حبيب بورقيبة باش تتابع مباراة الفرصة الأخيرة من أجل تحقيق إنجاز تاريخي أمام بطل العالم. التظاهرة هذه بدأت من نهار الأول اللي بدأ الفريق الوطني يلعب. احنا حبيناها التظاهرة هذه تكون للشعب، للشعب معناها بلاش فلوس، حبينا الشعب يتفرج في المنتخب نتاعو في جو في احتفالات في كل شيء، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الانتظار اليوم. ان شاء الله ربي معاهم الاولاد واهلا ولعبتي يا زهر. الاجواء داخل الخيمه كانت حماسيه، الكل ورا النسور، جماهير من مختلف الاعمار حاضرين، نساء ورجال على ربي معاملين، والفرحه للترشح مستنين. اكيد باش نعطيو 2-1 جيسبيغ بيان سور، وان شاء الله يا ربي مربوحه اليوم ونزيدو نقدموا اكثر واكثرين. ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله مربوحه. مجموعه كي تكون اون فورم الكل تعدي ماتش مزيان، مجموعه تكون ما اون فورم راه باش تعدي ماتش خايب. ان شاء الله ما نمشيو نقفوش على جوير، ان شاء الله مجموعه اليوم تكون اون فورم وان شاء الله نعديو ماتش مزيان. تحية للجمهور التونسي أيضا اللي موجود في العاصمة وفي كل مدن وقرى وولايات الجمهورية. نذكر بالمسابقة الخاصة بالاس ام اس 85 840 سي 85 840 للفوز ب 10,000 دينار. أكيد جاوب على الأسئلة باش تقوي حظوظك في الربح. يلا نجم نحكيو على المباراة تكتيكيا، كيف تعاملنا مع منافس من الحجم الثقيل قيس اليعقوبي؟ أنا بسرعة قبل ما ندخل المباراة عطفا على اللي كان يحكي فيه توا فؤاد بوفتح، راهو في بعض المحطات التاريخية المهمة جدا راك باش تربح جماهير المنتخب، لأنه عائلات مشات، فمولاد صغار 4 سنين و5 سنين هذوكم يتربوا على محبة المنتخب. وأنت تعرف أكثر مني عادل، في بعض المحطات خسرنا شوية جماهير المنتخب ولا المنتخب حتى في رادس يلعب جماهير قليلة، ورجع بقوة منذ البطولة العربية صراحة، خاصة كي تمشي لعائلاتك الجيل الصغير 4 و5 سنين هذاك تلقح إذا باش تربحوا 20 و30 سنة أخرى يتشبث بألوان المنتخب ويكون وراء المنتخب. صحيح. وهذا مهم جدا. بالنسبة للمباراة، أول حاجة صعب باش نتحدثوا على التغييرات قياسا بالمباراة الأولى. 5 تغييرات، الخزري مكان الجبالي، بالرمضان مكان المساكني، معلول مكان العابدي، كشريدة مكان دراجر، ونادر الغندري مكان برون. التغييرات هذه صراحة معناها كانت ناجعة جدا وساعدت المنتخب على أنه يكون أكثر القدام، بالرغم من أنه نحكيه دائما على الرسم التكتيكي، الرسم التكتيكي كان نفسه، لعبنا تقريبا بدفاع 3-4 و2-1 لأنه كانوا بالرمضان وبن سليمان تحتها بالخزر، ما لعبناش 3-4-3. دونك هنا مهم جدا عملية التنشيط، يا القيمة متاع اللاعبين وهما اللي ينجحوها لك، يا إما الفورمة متاع اللاعبين أو قيمتهم أو سوء توظيفهم هي اللي تطيح لك الفاعلية متاع المنتخب. مرة أخرى المنتخب في مباراة كبيرة جدا مع منافس أقوى منه يوصل مرات عديدة للبوكس، عدد الركنيات متاعنا كان أكثر برشا من المنتخب الفرنسي 7-2 اليوم صراحة نجاح 7-2 قال 7-2 لغايه الدقيقه 79 شبيك منتخب فرنسا راك تلعب له. دونك اليوم انا متاكد انه نجاح تام على المستوى الفني، ساعة اللاعبين كانوا بالفورمة اليوم هذا مهم جدا، على المستوى التكتيكي كذلك، التكتيك نتاعنا معناه كانوا الخطوط كانت قريبه جدا من بعضها، فما هناك تضامن تكتيكي ما بين اللاعبين، ما خليناش فراغات.
ثم اللي اتفقنا عليه انه راك مش تلعب بخمسة في الوراء، راك باش تعطي مجال لفرنسا انها تضغط عليك وتولي اجريسيف اكثر، اكثر شراسه. العكس هو اللي صار، احنا كنا ضاغطين على المنتخب الفرنسي، وشفت اليوم روعونا على المستوى الفني، معناه الديشي اللي عملوه لاعبين فرنسا اللي مهمش متعودين، ولو احنا نعتقدوا في مخيلتنا انهم بدلاء لكنهم لاعبين على المستوى الفني عاليين جدا، شنو يخليهم اليوم فنيا ماهوش في المستوى؟ هي عمليه الضغط نتاع لاعبي المنتخب التونسي. ما نساوش كذلك، انا ذكرت التغييرات، حب نرجع لحارس المرمى المنتخب دحمان، تقريبا في كورتين وخاصة كورة مبابي فسخ هدف، خلى المنتخب دائما متقدم بهدف لصفر. تحية إكبار للاعبين اللي كانوا موجودين في موعد مهم جدا، لأنه موعد هذا يحفظ خلينا نقول بين ظفرين كرامة كرة القدم التونسية. من 78 لليوم بعد تقريبا أكثر من 40 سنة نعملوا 4 نقاط، والحمد لله أنه النقاط هذه والمردود الممتاز جدا بالرغم من سأقول مش خيبة، بتاتر خيبة صغيرة متاع عدم التأهل، لكن المونديال هذا عادل أعطى مؤشرات على أنه المنتخب بالعمل يمشي بعيد. أنا اللي نورني أكثر في هذا الكل أنه الصناعة التونسية، أنه المدرب بالرغم من الانتقادات، وفما انتقادات كانت في محلها لكن فما انتقادات لم تكن في محلها، بالرغم من هذا صحح المسار، والإنسان الناجح هو اللي صح الأخطاء متاعه مش يصر عليها. لأن في وقت من الأوقات شعرنا وأنه ربما إدخل لاعبين لحسابات ضيقة، فما شكون قال حسابات ضيقة متاع فرق، فما شكون قال محاباة وإرضاء للاعبين. في الأخير مهما كان السبب، المحصلة أنه المنتخب التونسي نجح في زوز مواعيد هامة أمام زوز من كبار أوروبا والعالم اللي هما الدنمارك وفرنسا، فريق تعادلنا معه وكنا نجم نربحوه، ضيعنا فرص، وفريق بالرغم من القوة متاعه من غام ترتيبه العالمي صاحب آخر بطولة في كأس العالم، نجحنا بإطار فني تونسي صرف 100% من المدرب جلال القادري، سليم بن عاشور، العلي بومنيجل، شادي المبروكي مدرب الحراس، يسامحوني المعدين البدائيين ما نستحضرش الأسماء متاعهم بارك الله فيهم اللي خلاو المنتخب في هذه الجاهزية، الطاقم الطبي بطبيعة الحال وكذلك الإداري المحيط بالمنتخب، شكرا لهذا المنتخب. المؤشرات مؤشرات إيجابية، نقول احنا بالتونسي وصلنا للعين وما شربناش، لكن إن غدا لنظيره قريب، وبحول الله كان نعكفوا على المشاكل نتاع المنتخب خاصة في صناعة رؤوس حربة أو رأس حربة على الأقل يخلصون المباريات، قدرة ربي المستقبل متاعنا بشكون أفضل، وبارك الله فيهم. يعطيك الصحة. نعطي بعض الأرقام بخصوص اللاعبين وأداء اللاعبين. اختيار وهبي الخزري كرجل مباراة تونس فرنسا بعد عيدونيا مرتين يعني. أي بعد عيدونيا الخزري يعني أكثر لاعب أفريقي تسجيل الأهداف على مر التاريخ في كأس العالم، اللاعب الافريقي الوحيد سجل 3 أهداف في المونديال خلال 3 مشاركات كأساسي في كأس العالم، وهو أيضا هداف العرب على مر التاريخ في المونديال 3 أهداف مع السعودي سامي الجابر. سامي الجابر. فهذه الأرقام الخاصة بوهبي الخزري. نادر الغندري ضد فرنسا فاز بجميع الثنائيات الأرضية 3 على 3، ذو ثنائيات فضائية على 3، تحصل على تقييم 7.7 على 10، سجل هدف ألغاه الحكم. بالنسبة لعيسى العيدوني 90 دقيقة 63 طبعا مرة لمس الكرة، 36 تمريرة صحيحة بدقة قاربة 85.7%، 1 أسيست، 3 صناعة فرص، 2 تخليص كرة، 2 اعتراض كرة، 1 صناعة فرصة محققة، و1 على 1 العرضية الناجحة، 3 على 3 كرات طويلة ناجحة، وكسب صراع طبعا بدني 3 على 9. يعني عيسى العيدوني أيضا واحد من أفضل اللاعبين في هذه البطولة. كابتن، الأهم من الأرقام والإحصائيات المشهد اللي لفت انتباهي في المباراة. نعم. رغم تأهل المنتخب الفرنسي قبل ما يخوض المباراة، حالة التوتر اللي انتابت ديشامب طوال الفترة ما قبل الهدف وحتى بعد الهدف بقليل، كان متوتر جدا، كلامه مع المساعدين
تشعر ان هو مذهول من الاسلوب والاداء بتاع المنتخب التونسي والتفوق بتاع المنتخب التونسي طوال الفتره لغايه ما احرزنا الهدف؟ ودي كانت حاجه يعني حاجه غريبه. اولا المنتخب التونسي باداء النهارده خدم اي فريق هيقابل فرنسا بعد كده، خدم او فرج الناس ازاي تلعب فرنسا، ازاي تلعب المنتخب الفرنسي وتضغط عليه وتحقق نتيجه ايجابيه بالضغط العالي. نعم. كان في ارتباك شديد جدا لو لاحظنا في بدايه المباراه او الجزء الاول من المباراه على دفاع المنتخب الفرنسي من كم الضغط وكم الفرص وكم الهجمات من الاجناب والتحركات اللي كانت سريعه جدا من ثنائي الجنب كشريدة وعلي معلول وبن رمضان. يعني نزوله النهارده او الدفع بيه النهارده هو نقطه تحول في اداء الفريق، ان هو بيسحب الفرقه لقدام باستمرار. لاعب متفوق جدا مع الترجي في السنين الاخيره وكان محط انظار عديد الانديه من ضمنهم الاهلي والزمالك في مصر. لا كان النهارده في حاله توتر شديده جدا لان الاداء هو ما توقعوش. يعني اعتقد ان ديدي شامب والتفوق الميداني للمنتخب التونسي طوال الفتره او ال 60 70 دقيقه الاولى من المباراه كان واضح على وجه ديشامب وهو بيتكلم مع المساعدين بتوعه. بالتاكيد زي ما قال كابتن يعقوب نبني، احنا حققنا انجاز. كان لم يكتمل او بالتاهل ولكن انجاز سيسجل في التاريخ، المنتخب التونسي فاز على المنتخب الفرنسي. المنتخب التونسي حقق 4 نقاط في 3 مباريات. المنتخب التونسي كان عنده اخطاء صلحها في مباراه استراليا، صلحها في مباراه فرنسا. كنا قصينا شويه على الجهاز الفني وعلى اللاعبين في بعد مباراه استراليا، ولكن وكنا متخوفين لما شفنا التشكيل المتوقع للمنتخب فرنسا امبارح. ويمكن انا قلت لو في وجود مبابي ورابيو وجريزمان وعثمان ديمبلي كنت متخوف وكنت قلقان وقلت ان دي فيها مغامره وفيها مجامله وفيها مخاطره من مواجهه منتخب كبير بالطريقه دي او بوجود علي معلول. لكن مع بدايه المباراه والطريقه والاسلوب اللي فرض بيه سيطرته المنتخب التونسي زال هذا التخوف. وكنا منتظرين الهدف في الشوط الاول. نعم. وقلت لك ان احنا هنسجل، ويمكن قلت لك كمان في الدقيقه 70 بن رمضان لازم يتغير. نعم. ساعه لما اضاع الفرصه او الانفراد الكره المقطوعه وكان رايح بيها قلت لك بدنيا بذل مجهود كبير جدا، وفعلا بعديها بخمس دقائق في الدقيقه 75 تم تغيير بن رمضان. نعم. ايضا وهبي الخرزي كان لازم يتغير، ولكن الهدف ادى افضليه وادى ثقه للعيبه ان هم قادرين على ان هم يتخطوا المنتخب الفرنسي، وادى حافز كبير للاستبسال والاستقتال على كل كوره من المنتخب التونسي. بصراحه انا كنت سعيد جدا 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 بالاداء بتاع المنتخب التونسي النهارده والتفوق الواضح يعني في اغلب فترات المباراه. ويمكن الاحصائيات بتقول ان الاستحواذ 44 ل 39 في اغلب فترات المباراه، لكن المنتخب الفرنسي ما قدرش يعوض رغم ان هو فتره سيطرته في العشر دقائق الاخيره وبنزول العناصر الاساسيه. وانا ما توقعتش ان هو يعمل كده، خلاص نتيجه المباراه يعني مش مؤثره في تاهل المنتخب الفرنسي، ولكن حرصه وتوتره على ان هو يحقق التعادل وما يخسرش النهارده ديشامب خلاه دفع بالعناصر الاساسيه او العناصر اللي هي بتمثل عناصر القوه خاصه في ثلث الهجوم. واضح كابتن طبعا حمادي، مباراه تكتيكيه مع لعبها مليح المنتخب، دخل بدايه قويه، ربما بدايه قويه اعطته ثقه في نفسه، اللاعبين تحرروا من كل القيود ولعبوا مقابله العمر ان صح التعبير. صحيح، في قراءه اولى لما تشوف تشكيله المنتخب التونسي تقول معناها لانه وهبي الخزري ماهوش لاعب، ماهوش جوار دو بروفوندور. قلنا كيفاش المنتخب التونسي، كنت انا معناها عندي الفضول اني نعرف التنشيط الهجومي بتاع المنتخب التونسي باش ينجم يوجع المنتخب الفرنسي، خاصه انه احنا كنا امام حتميه الانتصار في المقابله هذه. لكن جلال قادري غير الاستراتيجيه بتاعو، الاستراتيجيه بتاعو هو انه بن رمضان ولاعب بن سليمان كانوا يفتحوا الملعب
لكن اللي كان شكون اللي يجي ديكروشي هو وهبي الخزري. وهبي الخزري هو اللي يجي اونتر ليني ويطب الكره ونثبتوا المنافس احنا في عمق الملعب، ومن بعد نمشيو للاطراف عن طريق كشريده، ونمشيو للاطراف عن طريق علي معلول، وهنا بين قوسين حتى ضد بطل العالم نقول نجموا نلعبوا كشريده وعلي معلول، لما لا؟ حاجه اخرى، لما نثبتوا المنافس في العمق ونلعبوا على الاطراف كنا نعملوا تفوق عددي من اليمين عن طريق بن سليمان وكشريده، ومن اليسار عن طريق بن رمضان وعلي معلول، وهالتفوق العددي هذا خرجنا برشا مرات لانه المنافس كان عنده مشاكل على مستوى الاذيره، خرجنا في وضعيه 2-1 في العديد من الوضعيات، لكن التمريره الاخيره ولا السونتراج كاليتي السونتراج يمكن هي اللي ما مشيتش، وخاصه ما عملناش تفوق عددي القدام باش نجموا نسجلوا الهدف. الاستراتيجيه هذه كانت ناجعه برشا بالنسبه للمنتخب التونسي، استحوذنا على كل الملعب، سيطرنا على كل الملعب، وخلينا المنافس اون ديفيكولتي، المنافس ما عادش يلقى الحلول، المنافس ما عادش يلقى الحلول انه يلعب الكره. على مستوى الكرة خاصة على مستوى المساحات شفنا المنافس مرتبك متوتر، ملقاش حتى اللعب بتاعه الفريق المنافس، وظهر التوتر هذايا حتى على المدرب بتاعه. لكن بعد لما المدرب الفرنسي غير التشكيلة بتاعه ودخل لاعبية عندهم أهمية كبيرة، هنا قراءة جليل القادري حسب رأينا كانت ممتازة، وصارت رياكسيون سريعة من والفطنة هذه بتاع الإطار الفني بتاع منتخب تونس. دخل الشعلاني والعابدي باش يسكروا مع علي معلول وكشريده ونعملوا التفوق العددي بتاعنا، وهنا قراءه سليمه من الناخب الوطني اللي المباراه هذه قراها كما يلزم، وكنا مستحوذين ومسيطرين على المقابله كامله. اللي ينقص المنتخب الوطني رغم انه صحيح العمق الملعب بتاعنا ما كناش معناش قلب هجوم سريع، لكن وهبي الخزري في الاخير دخل في عمق الملعب المنافس وسجل هدف، وهذا هو المطلوب بالنسبه للاعب مهاجم. وهبي الخزري سجل هدف اللي ما نجموش يسجلوه الملاعبيه الاخرين في الكاس العالم هذايا. الصخيري حسب راينا كان معناها في مستوى عالي وعالي جدا، ميلاد لاعب ممتاز، والعيدوني نفس الشيء، ميلاد لاعب في مقابله هذه، ميلاد لاعب بالرمضان اللي كان ممتاز اليوم وان شاء الله يبلي البلاء الحسن في المقابلات الجايه، ميلاد حارس كبير اللي هو ايمن دحمان واللي ان شاء الله يكون سد كشريد، مانيش نسمي جميع الملاعبيه لكن الملاعبيه هذوما الصغار هذوما اللي معناها بالحق نجموا نبنيوا عليهم المنتخب. الروح تاع كشريده بطبيعه هالملاعبيه هذوما الشبان اللي نجموا نبنيوا عليهم، وان شاء الله المنتخب التونسي مع تطعيمه ببعض الملاعبيه نجموا نعملوا فريق وطني قوي وقوي جدا، والدليل فوزنا اليوم على بطل العالم. صحيح عاد نجد قبطيني، هل يمكن القول اليوم ان القاضي يتفوق على ديشون في المواجهه هذه؟ شوف عادل، هو قاضي ما غيرش المنظومه نتاعو، ثلاثه مقابلات اللي هي 3-4-2-1، شنو اللي غير؟ غير الملاعبيه، والملاعبيه اش عملوا؟ كانت عندهم نزهه هجوميه، غيروا وجه المنتخب. دونك البروفيل نتاع الملاعبيه هو اللي يخليك تلعب كيما تحب انت. اليوم كي شفنا كشريده وعلي معلول كان نحسبوا قداش من الكولوار نتاعهم خذاهم قدام، هذوما مش في المقابلات الاولانيين نتاع الدنمارك واستراليا. شفنا ريكوبيراسيون، علاش حابين نتكلم على الهدف؟ عملنا ريكوبيراسيون عالي، والكره اللي عطاها العيدوني كسرت ليلين الخطوط نتاع الوسط الميدان والدفاع نتاع المنتخب الفرنسي، ومجهود فردي نتاع الخزري سجل هدف. بمعنى ان احنا تونس ديما نقولوا عندنا فريق بلوك، عندنا فريق كان يعرف يدافع، لكن عندنا فريق يعرف يلعب كوره، واليوم مع منتخب فرنسا ظهر منتخبنا اللي يجي يلعب بالنزعه الهجوميه، لكن كي تسيبه وتحره وتعطيه المسؤوليه نتاعو باش يكور، خاطر ضد استراليا اللي كيب مخنوقه وحط الملاعبين وحط عندهم نزعه هجوميه. مش قلت انا الخمسه تغييرات بدلوا وجه الفريق، حتى ضد الدنمارك لعبنا نزعه دفاعيه، معنا كان لعبنا بالبروفيل هذايا كنا نجموا نربحوا الدنمارك. دونك شنو السبيد دو جو اللي تعطيه للفريق والملاعبيه اللي تعطيهم الكونسيم باش يمشي لقدام؟ هذاك علاش قلت اليوم ليكيب سيتو بريمي تون وحتى ل 70 دقيقه لعب وقت سجلنا الهدف خنقنا فرنسا تقريبا ما شكلش حتى خطوره علينا، كنا ديما احنا عليها الاولانيين، وخاصه المليون تيرام تاعنا كان متقدم برشا عاد، معناها احنا ريكيبير الكوره في مناطق وسط ميدان تاع فرنسا، معناها تتخيل منتخب التونسي يفوق الكرة في مناطق تاع فرنسا. علاش؟ خاطر علي معلول وكشريدة متقدمين برشا، الصخيري متقدم، عيدوني قدام، بالرمضان اللي
عنده نفس هجومي ورب رمضان كان جاي عنده في ساقيه اكثر الماتشات كان مردود يكون خير من هكاك وبسليمان كيف كيف معناها الخزري بالرغم اللي الخزري يرجع وكنا خايفين احنا نتكلم على البروفوندور ما عندناش الخزري يرجع يديكروشي لكن ديما المنتخب تحسه في اي وقت يجي يماركي خاطر الناس كل ماشيين بير لافون ومن بعد وقت ديشون حس اللي منتخب فرنسا يتفوق عليه التونسي يتفوق عليه عمل تغييرات وهبط الملاعبيه اللي عنده كل اللي عندهم النزعه الهجوميه واللي يلزموا يعدلوا وقت منتخبنا وخر بلوك ما كان حاضر ساعه في المخ نتاعو في اللي بالاريان كل خذاهم حاضر في الماركاج اللي ما كنا ضد استراليا محلولين برشا وخلينا برشا معناتها مساحات ما بين بعض ما بين الديفونسور كان معناتها سيري لماركاج وتقريبا هددنا لكن واقفين وكل شيء اليوم علاش المنتخب عمل ماتش بلا عادل لان قلنا احنا نروح ما تكفيش كونسين وهنا نجح جاء القاضي وقت لمناه على استراليا اليوم نجح خاطر عرف كيفاش يلعب باش يربح ما لعبش باش يدافع واحنا هذه المونتاليتي نتاعنا نتاع تونس لازم تتغير لازمنا كي نلعبوا ما نخافوش من الادفيرسير رانا عندنا البروفيل دي جوال اللي يجمو نوجعوا وشفنا الفرق الكل المغرب اشدنا بها خاطر المغرب وقت تلعب مع اي فريق ما تخافش وحتى الجزائر زيتها ما يخافوش المنافسين يا يعني من الاسماء ما يعطيهمش قيمه خاطر يحسوا رواحهم هما كابابلي باش يلعبوا احنا التومبيرامون هذايا اللي ممكن عانينا به سنوات قديمه ديما نلعبوا باش نوقفوا قوه المنافس نوخروا نشدوا البلوك نلعبوا بالكونتر رياكسيون ونرجع للنقطه الاخيره ونخدم ضد استراليا رغم ما لعبناش مليح ضيعنا زوج فرص نقصنا التسييم ما عندنا ماركينا هدف برشا هدف في ثلاثه مقابلات هذا مش كافي لكن قبلنا هدف واحد دونك احنا لاسيس ديفونسيف ما شاء الله في تونس موجوده معنا احنا في مستوى الدنمارك الدنمارك سجلت هدف في ثلاثه مباريات ما عندنا لاسيس نتاعنا ديفونسيف ناقصه الملاعبيه نتاع تونس سيبهم حررهم اعطيهم الثقه خليهم يتنفسوا ما تخنقهمش وقت الملاعب التونسي راه عنده في ساقيه عنده بوكو جيني عنده الابداع عنده الجوده موجوده اللي طلعوا عنا وديما نقول احنا مساكني واللي اسفني عادل جينستو هذه باش نلقاو المساكني نلقاو الخزري ممكن باش نلقاو علي معلول ممكن ما نلقاوهمش في المونديال الجاي ان شاء الله ما انت فانسيك ما مشاوش وما مشاوش وما مشاوش الدوزيام تور انا حبيت علاش انا اليوم حسيت على الجينستو هذه خاطر الجينستو هذه كانت تكتب التاريخ ماهيش لا ميور جينيراسيون انا حسيت على التوانسه على الجمهور التونسي كنا التوانسه اي حسيت على الجمهور التونسي ونخدم كان يسهل المنتخب يا عادل اليوم علاش اليوم تاثرت لعبات فقدنا برشا حاجات في بلادنا برشا حاجات التوانسه فقدتهم مع من كل نواحي اليوم علاش الناس كل ورا المنتخب ما عندك كل شيء تحب تثبت في حاجه تحب تشد في حاجه قاتل المنتخب جمع الناس كل اللي فقدناه الكل واللي فاقدينه مده سنوات في تونس من الاحتياجات وممكن برشا حاجات اللي مست حتى المعيشه نتاعنا في تونس حبينا اليوم نتجمعوا وراء منتخبنا وشفنا اليوم الناس الكل في قطر في تونس في حتى تضامن العرب الكل مع تونس اليوم علاش هذاك الشيء اللي مش موجود قيناه في المنتخب والحمد لله اليوم منتخب شرفنا رفع رؤوسنا لكن التاريخ ايش يقول يا عادل هو احنا ما مشيناش للدور الثاني المزاج العام بيتغير المزاج العام بالفوز والخساره بيتغير في كل البلد في كل بلد نعم. الفوز بيغير المزاج رغم ان زي ما حضرتك بتقول ان احنا ما تاهلناش للدور الثاني لكن فرحه الجماهير واحنا قاعدين بالفوز والاداء وروح القتاليه عند اللعيبه لا كانت مخليه يعني الجماهير عارف انت نسبه المواليد ارتفعت جدا يعطيكم الصحه تفضل كابتن يلا حب غير نكمل كلمه ما نقولش اللي قلتوه انتوما لكن نظن ان الفرق الليدر لا ديفيرونس يعني الفرق لا ديفيرونس عندنا حنايا يعني فريق تونسي هي لا سوبيريوريتي بوزيسيونيل لا سوبيريوريتي بوزيسيونيل هي العدد التفوق العددي التفوق العددي في البوزيسيونمون وين تلقى فرنساوي تلقى دو تونيزيان اثنين فرنساويين اربعه تونيزيان خمسه فرنساويين عشره تونسيين هذاك الفرق في لا ريكوبيراسيون دو بالون علاش ما صعبتش علينا
ما صعبتش علينا لان كنا نلعبوا الوقت اللي نضيعوا الكره اوب لا سوبيريوريتي بوزيسيونيل كل اللاعبين تما موجود وهذا الشيء هذا تشوف كي بن بن اسمه بن رمضان مع مع سليمان والخزري زيد زيد معلول وكشريده وبلس لي دو بيفو يعني عمل داروه كبير برشا لكن اللي حصرني انا بور تو لي جوار دو غرون ماغرب ومنهم مصر ومنهم الجزائر ومنهم المغرب ومنهم تونس هو نخيروا المباريات اللي نلعبوها نختاروا او نخليوا الناس تفكر اننا نختاروا هذا الماتش اللي درناه مع فرنسا نديروه مع الاسترالي ندحسوهم طبعا اي ما يبانوا ما يمسوش البالون طبعا هاو اللي حصل وهذو صراو لنا احنا في الجزائر صراو لنا صرات يعني شغل تخلي الناس تقول هذا راهم يخيروا ما يلعبوا اليوم فرنسا يلا نبينوا لفرنسا وشكون حنايا ونفس الشيء اللي مع فرنسا كنا نديروه مع الاسترالي الجزائر والمانيا اون 82 عبد الحق اه كيما كيف كيف اه برا المهم ان يعني بحسره ان العرب كاع خرجوا بقى لنا المغرب ان شاء الله ربي يسهل لهم الامور من قلبي توكر ان شاء الله ينجحوا وان شاء الله يخلفونا الطار وان شاء الله يمشوا حتى لا فينال ان شاء الله ان شاء الله هذا ما نتمناه طبعا للمنتخب المغربي الشقيق ان شاء الله يتاهل للدور القادم كيف تابعت الجماهير التونسيه المباراة أكيد أجواء متميزة كانت في هذه المواجهة التونسية الفرنسية تقرير أحمد فارس منعم الورتاني ومهدي الحفصي رابحين خاسرين ماناش مروحين كلمه تنطبق على الجمهور التونسي رغم خيبه الامل بعد ماتش استراليا اليوم الناس الكل كانوا حاضرين لمناصره منصور خرطاج اللي مقطع من الخدمه واللي ما مشاش شقره وكل شيء يهون في خاطر النجمه والهلال في الحومه ما تسمع كان وين الفرجه خلي معك بلاصه ولا شد لي كرسي في قهوه الحومه القهوه تملى وتفرق تونسيون طالعه والناس الكل تستنى في رياكسيون من الملاعبيه مازالت الصعوبه مع بونت الغندري اللي نحاها الفار زلزال ضرب القهوه والياي خرجت من اعماق الكباريه تسمع صداها في قطر كره على القائم الثاني سعر يا غندري اوف سايد ضد المنتخب التونسي الحماس زاد والتشجيع زاد وكلمه واحده تجمع الناس الكل يا ربي يا عالي انصر لتونيزي يوفى الشوط الاول 0-0 نتيجه ما ترشحناش اما الكل كان راضي على الاداء الكل كان فرحان بالبريستاسيون ريال ميتان خويا الاولاد لعبوا جرينتا لعبوا سوليدير فما عباد تحب تربح ان شاء الله نلعبوا كيما لعبنا منه ان شاء الله كملوا هك ان شاء الله يعملوا شنو جمونات في بلاصتهم دوزيام ميتون استنينا تا ياسين الخنيسي بالبرومير ميتون باش يابط من الدقيقه الاولانيه ما باتش ان شاء الله في دوزيام ميتون ان شاء الله تتغير الاجواء دوزيام ميتون ولاد الحومه حاضرين غناء وتشجيع لدقيقه 90 اليوم نهارنا نربحوا فرنسا ونترشحوا اليوم تونس تدخل التاريخ الخزري يتوغل يحافظ على الكوره يقدم الخزري يشوت والبقيه حاجه تخرج من القلب تنتهي بانتصار المنتخب التونسي دون تحقيق الترشح للدور القادم شعور غريب ينتاب الجميع نفرح لانتصارنا على بطل العالم أو نحزن على إهدار فرصة كانت هي الأقرب لبلوغ الدور القادم في مونديال قطر فورماسيون لعبنا بها كونتر أستراليا لا خالة ماهيش هي اليوم الرجال لعبوا وعطاو اللي عندهم ليكيب نتاعنا بها يوم عليها وجاتنا الفرص مطرح الأولانية كنت الدنمارك وما استغليهاش هذاك اش خلينا توا نخليو بلاصتنا لأستراليا يعطيهم الصحة الأولاد اليوم لعبوا بالكدا وراوا الروح نتاع تونس ديما موجوده ما نجموش نقولوا حاجه غير هكا كان تري بيان برافو خدموا وعملوا على اللي عليهم يا خويا ان شاء الله ديما ملمومين وان شاء الله ديما فرحانين وتونس في العلالي
ايضا نزل الليكو بتونس، احد افخم النزل في تونس العاصمه ومساند للرياضه ومقر اقامه وتحضيرات المنتخب الوطني التونسي كره قدم وعديد الفرق الوطنيه والاجنبيه. يهني المنتخب بفوزه على بطل العالم، واكيد يحيي الجماهير التونسيه على مساندتها المطلقه للنصور في المونديال. جمعة نذكركم على المسابقة الخاصة بالاس ام اس 85 سي 85 840، اكيد الفوز ب 10000 دينار. جاوبوا على الأسئلة الموجودة طبعا، واكيد باش تقويوا حظوظكم في الربح، وان شاء الله بعد اسبوع هنا سيقع تسليم 10000 دينار كاش للرابح. حظ سعيد للجميع. يلا عبد المجيد قبنطيني، تحدثت برشا على الاجواء الجماهيريه، وديما نقول الامتياز كان في هذه البطوله، في هذه الكاس العالميه للجمهور التونسي اللي اثار انتباه الجميع هناك في الدوحه وحتى في تونس هنا من خلال الاجواء اللي صارت في علاقه بالمنتخب التونسي. اجواء كبيره يستحق تنويه وتشجيع، وقد ما نقولوا فيه اي كلام وشويه يا عادل. ما تستحق نشوفوها. أكيد. يلا عزيز جبير وبيب فاطمة في طبعا متابعة للأجواء في منطقة قمرت، وبالتحديد حتى كابتن حمادي كان حاضر واستمتع بالأجواء، وكان أكيد مع الجماهير هو مثل هو الحال الكابتن الشريف عبد القادر. تخلف طبعا بن شيخة، لكن أكيد حاضر بقلبه بجوارحه مع المنتخب التونسي. نشاهد التقرير ثم نعود. الفرنسيس يا بابا شبع تفسيس يا بابا هلا الجمهور يا بابا عند المنصور يا بابا هلا الجمهور يا بابا عند المنصور يا بابا يا في قطر يا بابا. ماهيش فانزون رادس هذه، دونك باش نبقاو متواصلين من هنا لاخر كاس العام، باش نبقاو ديما موجودين ان شاء الله، نعملوا سكور باهي اليوم كونسا نبداو موجودين في الويتيام، سينو احنا في الفانزون باش نبقاو بالجو هذايا حفال. مفاجآت، أول حاجة في الغوشارج نتاعنا اليوم نشجعوا الكيونات نتاعنا تشارجيو أكثر من 3 دينارات ويدخلوا في قرعة نجموا يربوا يربحوا حتى سيارة من هنا لآخر كأس العالم، وعندنا 15% زادة غوميز على الفورفي داتا نتاعنا الإنترنت.
يعقوبة. شريف يلا أعطينا وصف للأجواء وكأنك مش تكتب مقال. الأجواء كانت عالمية وأنا استمتعت جدا بالأجواء النهاردة. بس لاحظت حاجة غريبة، كلنا كنا أثناء الماتش باصين على الشاشة والكابتن عبد المجيد باصص على المدرجات وراه. قلت حاجه انا كابتن شريف صحيح كان يتفرج على المباراه لكن الجوال بتاعه كان ينقل المصرف في الاجواء كما هي، يسخلوه في الدوحه. افتكروني كنت في قطر يعني الزمايل لما شافوا الفيديوهات. بس فعلا اجواء وفعلا يعني انا سعيد لان لعيبه المنتخب التونسي زي ما كنت سالتني اول امبارح قلت لك امتع واستمتع، متع نفسك خلاص. انت عندك فرصه وحيده وفرصه صعبه وتحقق فعلا. لعيبه متعونا النهارده كوره، متعونا اداء، متعونا رجوله، متعونا قوه، وزي ما قال الكابتن عبد الحق استرجاع الكره دي كانت نقطه مهمه جدا، سرعه استرجاع الكره والضغط العالي. يعني اثنين تلاقي ثلاثه اربعه ضاغطين عليهم عشان يسترجع الكره، كل ده ادى افضليه ومنح افضليه للمنتخب التونسي النهارده. وكن يعني فعلا كانت اجواء خياليه وأجواء سعيدة طبعا بصبح صحبة الكباتن في المنتجع جمرت صح؟ جمرت صح؟ فعلا يعني عملت برشا جو. يقول لي مش يروح عادي، يقول لي مش ماكش في واحد مصري انت تقعد هنا. عجبته اجواء كابتن شريف طبعا اكيد بين اهله وذويه وسعداء دائما بوجودك معنا، ومن خلالك انت نحيي الشعب المصري الشقيق على دعمه لمنتخب، كما طبعا نحيي الجزائر وشعب الجزائر وشعب المليون شهيد على مساندته الكبيره للمنتخب الوطني التونسي، واكيد وجود راس الحربه المدرب السابق لمنتخب الجزائر عبد الحق بشيخه شرف كبير لنا احنا. يلا مسابقه غني للجمهور وغني للنسور برعايه اوريدو عزيز جبري لبيب فاطمه وهبي حمداني في هذا التقرير. حماة الحماة يا حماة الحماة، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. تونسية تونسية معاك ربي ودني بيه، تونسية تونسية معاك ربي والنبي، وإن شاء الله مربوحة. يا مش نرمان يا مش نرمان يا وحدة وحدة للفينال. ملا جمهور يا بابا عند النسور يا بابا، ملا جمهور يا بابا عند النسور يا بابا، على فرنسيس يا بابا شبع تفسيس يا بابا، يا في قطر يا بابا نعملوا القهر يا بابا، رابحين خاسرين يا بابا مهيمين يا بابا، ملا جمهور يا بابا عند النسور يا بابا، على فرنسيس يا بابا شبع تفسيس يا بابا، يا في قطر يا بابا نعمل القهر يا بابا. النهار كان طويل عليكم وعلينا وعلى الناس الكل وعلى تونس الكل، نهار فيه برشا ستريس، فيه برشا عصب، فيه برشا غش،
نكتفي بهذا القدر. اكتمل بالفرحة. اي اكتمل بالفرحة والحمد لله نكتفي. والفرحة ما كانتش كاملة اللي كنا نتمنى انه ترشحوا. حاب نشكر في الأخير شكر خاص مطعم السلطان أحمد بن منار اللي بدوره يهني المنتخب التونسي بفوزه على أبطال العالم. أجمل نكهات الشرق في تونس مطعم السلطان أحمد بالمنار، مصنف اليوم بين أحسن المطاعم المختصة في الأطباق التونسية والشرقية، بين الخليجية والسورية وخاصة التركية، من غير ما ننسوا الأطباق العالمية. مطعم السلطان أحمد لؤلؤة الشرق ومتعة التذوق في مكان فخم مع ضيافة ملكية. للاستفسار التواصل معنا على صفحة الفيسبوك أو الانستغرام أو الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة. في ضيافتنا الحريف هو السلطان. طبعا هكا نوصل لنقطة نهاية حلقة اليوم من برنامج المونديال. شكر الكبير والموصول عبد الحق بن شيخة يعطيك الصحة على الحضور، ايضا عبد المجيد قبرتيني، ايضا كابتن شريف عبد القادر الله يخليك، ايضا حمادي الدو مشكور حمادي على الحضور، والشكر طبعا موصول لقيس اليعقوبي للجمهور الحاضر معانا هنا، وبالتأكيد وأكيد لأحلى مشاهدين. نلتقي غدا بإذن الله في نفس الموعد وعلى نفس القناة. تصبحوا على خير. يا تونس الخضراء.